مات اخويا اللي هي توفت، وطبعا يعني في مام خالتي، فاهم ازاي؟ وطبعا هم كانوا رايحين القاهره الجديده عند بنتها اللي هو جوز اخويا، فاهم ازاي؟ رايحه طبعا تزور حفيدها، حفيدها عنده 8 شهور اسمه محمود، وبيركبوا بقى الميكروباص، فهم بيركبوا ميكروباص من تحت كوبري المريوطيه اللي هو مريوطيه هرم، فاهم ازاي؟ فهي اصلا كمان مدرسه في التربيه والتعليم، فرايحه عندها اجازه بكره وبعده، فاهم ازاي؟ فالمهم طبعا رايحه تزورها وركبوا الميكروباص، فاهم ازاي؟ الميكروباص كان لسه بيحمل، كان على كلام اخويا مثلا كان في 2 قدام و3 ورا لسه الميكروباص بيشحن، طبعا الميكروباص داخل في وشه راكنين، لما بيجي يقفوا الميكروباصات بيخشوا في وشهم في الترعه كده، بيبقى وش الميكروباص على الترعه، في نوب الترعه ما فيش يعني. فالميكروباص اساسا باين عليه ما فيهوش فرامل يد، مش معشق، وطبعا السواق الاستاذ السواق بيشرب شاي تحت او بيشرب سيجاره، فاهم ازاي حضرتك؟ فالميكروباص مع التحميل الميكروباص نزل والناس بتركب، يعني الميكروباص اتحرك فوقع في الترعه والناس بتركب. طبعا كان بيقول لك زي ما بقول لك على كلام الكلام بتاعهم، كان في 2 قدام في الكرسي في اول كرسيين قدام جنب السواق، وكان في 3 ورا وهم الاثنين كانوا في النص، وكان لسه بيحمل ماشي نازل الميكروباص، والناس بقى طبعا الناس اللي جري يشيله بتاع، والسواق ايه راح جاري، السواق جري طبعا، طلعوا الحاجه متوفيه وبنتها طبعا في العنايه المركزه دلوقتي، عملوا لها اشاعات وبتاع، قالوا لك في طين وكده على صدرها وكده، فهيدوها بقى بتاع دابينج وهيشيلوا لها الحاجات، والباقي لسه هناك، والباقي طبعا على كلامه ما طلعوش اي حد لغايه دلوقتي، بس لسه يعني موجودين تحت يعني.